الحمد لله الذي شرف أهل العلم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى على اللقاء بكم في هذا الصرح العلمي المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجه الله الكريم. الموضوع الذي اختاره الإخوة عنوانا لهذه المحاضرة موضوع يجمع بين الجانب النظري والجانب التطبيقي
فإنه يبحث عن أثر العلماء على هذه الأمة ومستواهم فيها، بالإضافة إلى ما يتعلق بأصل تكوينهم وكيف يصلون إلى هذا المستوى. إن الله سبحانه وتعالى شرف أبانا آدم عليه السلام على الملائكة الكرام وأمرهم أن يخروا له سجدا، ليس ذلك عن جسامته وخلقته، فقد خلق من تراب وخلق الملائكة من نور، وليس أيضا عن عبادته، فالملائكة الكرام يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، إنما ذلك ناشئ عما آتاه الله من العلم، فقد علمه الله الأسماء كلها، ولذلك نجح في المسابقة التي عقدها الله بينه وبين الملائكة، فإن الملائكة لما عرفوا استخلاف آدم في الأرض وقد أخبرهم الله أنه جاعل في الأرض خليفة وآدم منجدل في طينته، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فهنا علم الله آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فامتحنهم فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فهذا التشريف الذي شرف الله به هذا الجنس البشرية بالعلم يقتضي الاهتمام به، وأنه أولى ما يشتغل به الجنس البشري من الطاعات والعبادات لله سبحانه وتعالى، كما أن الله جل جلاله أشهد العلماء على أعظم شهادة بعد أن شهد بها وأشهد بها ملائكته، فقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وأخبر أنهم وحدهم الذين يخشونه حق خشيته، فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء، وأخبر أنه يرفع درجاتهم في الدنيا والآخرة، فقال يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وأخبر أنهم وحدهم المؤهلون لفهم كلامه، فقال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وحكم لصالحهم على من سواهم في قوله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، وأحال إليهم عند الجهل فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، كما أحال إليهم عند الاختلاف في شرعه فقال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فهنا قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولم يقل لعلموه جميعا، كما نوه النبي صلى الله عليه وسلم بشأن العلم وأهله، فقد أخرج الشيخان في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله المعطي، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وثبت في الصحيحين أيضا من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وأصاب منها طائفة أخرى أمسكت الماء على الناس فسقوا ورعوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت عشبا، فذلك مثل من نفعه الله بما جئت به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم ينفعه هدى الله الذي أرسلت به. وأخرج البخاري في الصحيح من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في التنويه بالعلماء وطلبة العلم عدد كثير من الأحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إن العالم لا يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في الماء، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العلم هو ميراث الأنبياء، فقال: إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. وقال: إنا لم نورث دينارا ولا درهما، وإنما ورثنا هذا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن علماء أمته كأنبياء بني إسرائيل، وإن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي بعث الله لهم نبيا، وإنه لا نبي بعدي. وبين أن العلماء يرثون الأنبياء فيقومون مقامهم في سياسة الأمة بأمر الدين والحفاظ على هذا الدين ورعايته. وقد أخرج أبو عمر بن عبد البر في مقدمة التمهيد والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فبين النبي صلى الله عليه وسلم دور العلماء في حماية الدين في ثلاثة أمور مهمة. الأمر الأول: ينفون عنه تحريف الغالين، فالغلو هو مجاوزة الحد، والله سبحانه وتعالى جعل هذا الدين صراطا مستقيما، اهدنا الصراط المستقيم. وهذا الصراط المستقيم على يمينه جدار وعلى يساره جدار، وفي كل واحد من الجدارين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور، وفي كل باب داع يدعو إليه، وفوق السورين منادي الله ينادي: يا عبد الله لا تلج الباب فإنك إن تلجه لم تخرج منه. فالأبواب المفتحة ذات اليمين هي جهة التشدد والتطرف والزيادة على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، فهذا هو الإفراط في الدين، وقد حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حذر من التفريط، لأن فيه زيادة على ما شرع الله، وقد أكمل الله شرعه. ومن ادعى أن لديه زيادة على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب الله جل جلاله، وقد قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من التشدد في الدين فقال: فأوغلوا فيه برفق، وقال: فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. والجانب الأيسر أيضا هو جانب التساهل والتنازل والميوعة والخروج والمروق من الدين، وهو التفريط في الدين، إما أن يكون تفريطا في الجانب العقدي، وإما أن يكون تفريطا في الجانب التعبدي، وإما أن يكون تفريطا في جانب المعاملات، وإما أن يكون تفريطا في جانب القيم والأخلاق، فكل ذلك تفريط في الدين وتنازل عن شيء منه. والدين لا يقبل التجزئة لأنه من عند الله، وقد قال الله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فلا بد من أخذه كله. وقد ثبت في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه حين أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن أنه قال له: أدعهم إلى كبير الإسلام وصغيره. فالإسلام دين من عند الله جميعا، كبيره وصغيره كله من عند الله، قل كل من عند ربنا، فلذلك لا بد من الأخذ به جميعا، ولا يمكن أن يرد على الله ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم أي شيء من هذا الدين العظيم المتكامل الذي يكمل بعضه بعضا ويفسره، ولا يمكن أن يفرد بعضه عن بعض. فلذلك كانت مهمة العلماء هنا هي حماية الدين مما يضيفه إليه المتشددون، لأنه قال: ينفون عنه تحريف الغالين.
فتحريف الغالين هو تحريف للنصوص ولي لأعناقها وصرف لها عن معانيها إلى جهة التشدد. والله غني عن عباده وقد كلفهم بما شرع ولم يشاورهم في ذلك. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فيكفي ما شرع الله سبحانه وتعالى، وتعديه وتجاوزه لا خير فيه أبدا بحال من الأحوال. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. ومصداق ذلك من القرآن قول الله تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. الذين كذبوا على الله، ابتدعوا في دين الله ما ليس منه، نعوذ بالله، يسود الله وجوههم يوم تبيض وجوههم وتسود وجوههم. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. الوظيفة الثانية هي قوله: وانتحال المبطلين. فالمبطلون هم الفاسدون المفسدون الذين يتبعون خطوات الشيطان، فما زين لهم الشيطان من الأهواء أخذوا به، فلا يتبعون خطوة من خطوات الشيطان إلا أماتوا في مقابلها شيئا من أمر الدين. وبذلك يتمسك الناس بما أدركوا فيدركون دينا مشوها قد أضيف إليه ما ليس منه، ونقص بعضه وحرف بعضه ووضع مكانه غيره. فلذلك قال: وتحريف الغالين وانتحال المبطلين. الوظيفة الثالثة هي قوله: وتأويل الجاهلين. فالجاهلون الذين ليسوا من ورثة الأنبياء، وإنما يدعون ويتجاسرون على مقام النبوة فيتكلمون بغير علم، يسلكون طريق النصارى الذين بيّن الله سبحانه وتعالى مستواهم. فإن اليهود لم يؤتوا من قبل العلم فهم على علم، ولكنهم أتوا من جهة العمل فلم يعملوا بما علموا. ولذلك قال الله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. أما النصارى فإنهم جهلوا، فابتدعوا من عند أنفسهم رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، فلذلك هم الضالون، واليهود هم المغضوب عليهم. فالذين يعملون على غير علم ويتأولون النصوص على غير معناها وقعوا في كبيرة من أكبر الكبائر، وهي القول على الله بغير علم. فقد عطف الله ذلك على الشرك به، فقال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم عدل الشرك بالله، عطفه الله على الشرك به وكفى بذلك. ومثل ذلك القول على رسوله صلى الله عليه وسلم بغير علم، فإن الكاذب عليه قد توعده بالنار. فقد روى عنه 200 من أصحابه رضوان الله عليهم أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وروى عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن يقل علي ما لم أقل فليلج النار. وروى عنه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. فالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبه قد ضمن النار، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك يحتاج الدين إلى حمايته من أولئك الذين يضعون الحديث ويكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يتأولون النصوص على غير معناها ويضيفون إليها من عند أنفسهم، أو الذين يغلون فيبالغون ويزيدون. فكانت مهمة العلماء حراسة الدين وحمايته من كل ذلك. والعلماء ليسوا شريحة اجتماعية، ولا يوصل إلى العلم بنسب ولا حسب، وإنما يوصل إليه بتوفيق الله واختياره. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ويقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالذين يصطفيهم الله ليأتمنهم على رسالته ووحيه الذي هو أشرف ما في الأرض.
يختارهم الله وينتقيهم على أساس علمه فيهم وعلى أساس معرفته بسرائرهم وبواطنهم، فأولئك شرفهم الله بما ائتمنهم عليه من الوحي، فإذا انتفعوا به وسلكوا طريق الأنبياء كانوا خير الخلق وأزكاهم وأولاهم بالأنبياء، وإذا عدلوا عن ذلك كانوا شر الخلق وحلت عليهم لعنات الله سبحانه وتعالى، لأنهم قامت عليهم الحجة بما علموا وما ائتمنهم الله عليه. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى أخذ عليهم العهد أن يبلغوا رسالاته وأن يبلغوا ما أوتوا، وهذا العهد عظيم وشأنه كبير، فمن خالف عهد الله وميثاقه في ذلك كان من الملعونين، ومن كتم علما مما يبتغى به وجه الله ألجم بلجام من نار يوم القيامة. العلماء هم الذين تعلموا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعملوا به، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. وقد أورد البخاري هذا الحديث معلقا في صحيحه، ووصله ابن أبي عاصم في السنة بإسناد صحيح: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. فمن أراد أن يكون من ورثة الأنبياء ومن السالكين لطريقهم ومن الموقعين عن رب العالمين عليه أن يتعلم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبابه ميسور مفتوح أمام الجميع، فليس ذلك خاصا بالرجال دون النساء، ولا بالكبار دون الصغار، ولا بأي تخصص علمي، كل صاحب تخصص بالإمكان أن يأخذ نصيبه وحظه من ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون حينئذ من العلماء العاملين ورثة الأنبياء والموقعين عن رب العالمين الذين يرزقهم الله فرقانا يميزون به بين الحق والباطل، فهذا الفرقان وعد الله به الذين عملوا بما علموا، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. والفرقان سكينة ينزلها الله في قلب المؤمن يفرق بها بين الحق والباطل، فلا تلتبس عليه الفتن والشبهات، فيكون كلما رأى أمرا تبين له واتضح له فيه وجه الحق. وهذه مزية من عند الله سبحانه وتعالى يهبها لمن آمن واتقى كما وعد بذلك في كتابه. والذين يتعلمون هذا العلم أنواع، فمنهم من يتعلمه لقصد الدنيا ليماري به العلماء أو لينال به مالا أو حظوة في الدنيا أو شهرة بين الناس، وهؤلاء هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أخبركم عن النفر الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار، قالوا: بلى يا رسول الله. قال: رجل درس العلم فعلم فدعاه فعرفه نعمته عليه فعرفها، فقال: فما عملت فيها؟ قال: يا رب علمت فيك العلم، فيقول الله: كذبت، ويقول الملائكة: كذبت، إنما علمت ليقال عالم فقد قيل، فيؤمر به فيجر فيلقى على وجهه بالنار. ورجل آتاه الله من أنواع المال ما آتاه فعرفه نعمته عليه فعرفها، فقال: فما عملت فيها؟ قال: يا رب ما تركت وجها تحب أن ينفق فيه المال إلا أنفقت فيه، فيقول الله: كذبت، ويقول الملائكة: كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد فقد قيل، فيؤمر به فيجر على وجهه فيرمى في النار. ورجل قاتل فقتل فعرفه نعمته عليه فعرفها، فقال: فما عملت فيها؟ قال: يا رب جاهدت فيك حتى استشهدت، فيقول الله: كذبت، ويقول الملائكة: كذبت، إنما قاتلت ليقال شجاع فقد قيل، فيؤمر به فيجر على وجهه فيرمى في النار. أما القسم الثاني فهم الذين يتعلمون هذا العلم بنية صادقة وإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى، وليسدوا لهذه الأمة مسدا هي محتاجة إليه، فأولئك هم الصادقون الذين يستحقون لقب العلم الشريف، وهم متفاضلون متفاوتون في ذلك، هم درجات عند الله، لكن الذي يتفاضلون فيه أساسه قصد وجه الله الكريم، فمن كان منهم أصدق في إخلاصه لله وقصد وجهه الكريم وإحسان المعاملة معه والتأدب معه جل جلاله، وكان منهم أقفى لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع لأثره، كان أعلى مقاما وأرفع منزلة،
وأولئك الذين ينفع الله بهم ويجعل لهم لسان صدق في الآخرين وينفع بعلمهم فيجرى عليهم علمهم بعد الممات كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية. فالعلم النافع الذي ينتفع به بعد الموت يجرى على صاحبه ولا ينقطع يبقى جاريا عليه مع الأيام والليالي في قبره حتى يبعث من قبره وقد زادت حسناته بما لا يمكن أن يتحمله عمره فوق الأرض. وأولئك هم الذين يوظفهم الله سبحانه وتعالى في خدمة دينه وإعلاء كلمته. فإن للإنسان في هذه الأرض وظيفتين، الوظيفة الأولى مشتركة بين الإنس والجن وهي العبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والثانية مختصة بالإنس وهي الاستخلاف إني جاعل في الأرض خليفة، وهذا الاستخلاف يقتضي القيام بالقسط والعدل في الأرض. ولذلك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، وقال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فأولئك الذين يقومون بالقسط في الأرض ويدعون الناس إلى منهج الله ويربونهم على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، يحققون الاستخلاف في الأرض فهم خلفاء الله في أرضه، وهم النقلة الذين ينقلون هذا الوحي فيحيون به قلوبا ميتة ويبصرون به أعينا عميا ويسمعون به آذانا صما، ويضع الله لهم القبول في الأرض. وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي به جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. ولا أراه إلا قال في البغض مثل ذلك، أي قال نعوذ بالله في البغض أن الله إذا أبغض عبدا نادى جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل، ثم ينادي به جبريل في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه فيبغضه أهل السماء، ثم يوضع له البغض في الأرض نعوذ بالله. ووظيفة هؤلاء تقتضي أولا بداءة بأنفسهم حتى ينجوا أنفسهم من النار، حتى لا يكونوا مثل السراج الذي يحترق ليضيء لغيره. فلا بد أن يحرص الإنسان على السلامة أولا، فالسلامة لا يعدلها شيء، وليس يحمد من جلت غنيمته إلا إذا مع ما قد ناله سلما. يسلم هو أولا من سخط الله وعقوبته، ثم بعد ذلك ينجي الآخرين ويجري الله على أيديهم النفع فينقذ بهم الناس من عذابه وسخطه، وبذلك يكونون حماة لهذا الدين ورعاة له، والأمة محتاجة إليهم في كل زمان لا تستغني عنهم بحال من الأحوال. وقد ذكر الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره أن أربعة إذا اجتمعوا في مدينة كانت مرحومة بهم يرفع عنها البلاء بسببهم: عالم على طريقة الهدى، وإمام عادل لا يظلم، وشيوخ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ونساء لا يتمردن على الحجاب ولا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فهؤلاء الأربعة إذا جمعتهم مدينة كانت محفوظة بهم من سخط الله وعقابه. والعالم الذي هو على طريقة الهدى هو أفضل من العابد، ففضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم كما في الحديث، وذلك مقتضى أن هذا العلم عبادة لله سبحانه وتعالى وهي أفضل القربات. وقد سئل أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله عن المقرب للقتل الذي لم يبق من عمره إلا ساعة في أي طاعة يصرفها، قال علم يتعلمه. قيل يا أبا عبد الله إنه لا يعمل به، قال تعلمه أفضل من العمل به. وذلك مقتضى أن العمل
بالعلم ناشئ عنه، فلا يمكن أن يعمل الإنسان إلا بعد أن يعمل أن يعلم، فالعلم سابق على العمل. ولذلك كان أفضل منه، وقد عقد البخاري في صحيحه بابا: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل العمل، والعلم والعمل معا كل واحد منهما يكمل الآخر، فهما من الإيمان. فالإيمان يشمل علما بالجنان ونطقا باللسان وعملا بالأركان، فكل ذلك من شعب هذا الدين الحنيف العظيم. ووظيفة الإنسان في هذه الأرض جامعة لأربعة أمور: هي تعلم ما أمر الله بتعلمه، ثم العمل بما تعلمه، ثم الدعوة إلى ما تعلمه وعمل به، ثم الصبر على طريق الحق حتى يلقى الله. وهذه الأربع تضمنتها سورة العصر التي قال فيها الإمام الشافعي رحمه الله: لو لم ينزل من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سورة العصر لكفت حجة على الناس، فإن الله يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، وهذا العلم فلا إيمان إلا به، وعملوا الصالحات هذا العمل، وتواصوا بالحق هذه الدعوة، وتواصوا بالصبر هذا الصبر على طريق الحق. وهي كذلك وصية لقمان لابنه، فقد قال الله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وهذا تعليم. ثم قال بعد ذلك: يا بني أقم الصلاة، وهذا العمل. ثم قال: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وهذه الدعوة. ثم قال: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، وهذا الصبر على طريق الحق. والعلماء الذين يسلكون هذا الطريق لا بد أن يمتحنوا وأن يبتلوا، فليس هذا الطريق مؤهلا لكل أحد، ليس كل أحد مرضيا لأن يكون من الناصرين لدين الله والوارثين لرسول الله، بل إن الله سبحانه وتعالى يصرف الذين لا يرتضي خدمتهم للدين عن هذا الطريق، وقد تعهد بذلك، فقال: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وقال تعالى: يؤفك عنه من أفك. وقال تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. وقال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وقال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير يطمئن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فلهذا يبتلي الله سبحانه وتعالى العلماء ويمتحنهم بما يقع في أزمنتهم، فإذا حصلت كوارث تتعلق بأمر الدين فلا بد أن يضحي العلماء وأن يتذكروا العهد الذي في رقابهم، وأنهم قد باعوا أعناقهم لله، ولا بد أن يقوموا بالحق في ذلك الوقت ولو اقتضى ذلك قطع أعناقهم، لأن عليهم عهدا من الله سبحانه وتعالى أن يبينوا وأن يدفعوا عن هذا الدين وأن ينصروه. وإذا لم يفعلوا رسبوا في هذا الامتحان رسوبا مدويا، ولذلك هم أكثر الناس ابتلاء بعد الأنبياء. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، وإنما يبتلى الرجل على قدر دينه. فالرجل إنما يبتلى على قدر دينه، فلذلك أشد الناس بلاء الأنبياء لأنهم أقوى الناس دينا. ثم بعدهم مرثة الأنبياء على قدر ميراثهم لهم، فلذلك تسبق إليهم الألسنة وتتعلق بزلاتهم، ويشهر الناس بهم ويؤذونهم في أبدانهم وفي أنفسهم وفي أهليهم وهكذا، فهم عرضة للأذية دائما في كل أوقاتهم، وذلك ضريبة سلوكهم لطريق الأنبياء. فانظروا إلى الأذى الذي تلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير خلق الله وأحبهم إلى الله، أوذي بجميع أنواع الأذى.
أذي في نفسه فوضع السلى فوق ظهره وهو ساجد لربه عند الركن اليماني، وأذي في أهله فقذفت أم المؤمنين الطيبة الصديقة ابنة الصديق رضي الله عنها وأرضاها، وأذي في أسرته كذلك فقتل عمه حمزة بن عبد المطلب، وأذي في أصحابه فاستشهد منهم من استشهد، وآذاهم المنافقون والمشركون، كما قال الله تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وأولى العلماء بميراث النبوة خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشدون، فهم أعلى العلماء قدرا وأزكاهم وأتقاهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك انظروا إلى وظيفتهم في هذه الأمة في حماية هذا الدين ورعايته. لما توفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم جاءت الأخبار إلى المدينة من الآفاق، لا يأتي راكب ولا راجل إلا قال: ارتد أهل البلد الفلاني عن دين الله، منع أهل البلد الفلاني الزكاة، اختلفوا على أميرهم ونبذوه وطردوه. فلما اجتمع ذلك على أبي بكر الصديق كسر قراب سيفه وقال: أينقص هذا الدين وأنا حي؟ فوقف في وجه الردة موقفا مشرفا ما زالت هذه الأمة إلى الآن على آثاره فيه. فالصديق رضي الله عنه وفقه الله للوقوف في وجه هذه الردة التي ابتلاه بها وامتحنه بها، فنجح نجاحا عظيما، كتب له أجر كل الذين ردهم إلى دين الله. ولم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذاك يظنون أن هذا الأمر ممكنا، كانوا يظنون أن هذا الأمر من المشقة بمكان، وأن الأولى أن يحافظوا على الدين في المدينة وما حولها، وأن لا يقاتلوا العرب، وأن يتركوا لهم الزكاة. فقال أبو بكر: إن الزكاة أخت الصلاة، فوالله لا أقاتلن من فرق بينهما. وقال: والله لا يمنعوني عقالا، كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قاتلتهم عليه. فثبت الله الصديق في هذا الموقف العظيم، فكان مثالا للعلماء الربانيين الذين حرسوا الدين وحموه عند الحاجة إليهم ووقفوا هذا الموقف المشرف. ومن بعده كذلك بقية الخلفاء الراشدين المهديين: عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب ومن على آثارهم من المصلحين، إلى أن نصل إلى عمر بن عبد العزيز بن مروان بن أبي العاص بن أمية بن عبد الشمس. فإنه جاء وقد أخرت الصلاة عن أوقاتها، وانتزعت الأموال وجعلت دولة بين الناس، وتسلطت أسرته وبنو عمه على رقاب المؤمنين فآذوهم أذى شديدا وظلموهم ظلما فاحشا. فجاء عمر بن عبد العزيز فوقف موقفا مشرفا لحماية هذا الدين ونصرته، فرد الصلاة إلى أوقاتها ورد المظالم كلها وأبطل كل بدع آل بيته وبني عمومته، فرد الأمور إلى نصابها. ومن غريب ذلك أنه لم يخف بني عمه أن يتمالأوا عليه ويقتلوه، وقال: أي يوم أخشاه قبل يوم القيامة فلا وقيت شره. ووفقه الله وثبته، فلم يعش في الخلافة إلا سنتين وأشهرا، لكنه أعاد الأمور إلى عهد الخلفاء الراشدين كأن الأمر لم يتغير فيه شيء، فجدد الله به هذا الدين وأظهر به هذا العلم، واشتغل الناس بتدوين السنن وكتابة الحديث في زمانه، كما أن عثمان حمى الدين، حمى القرآن من التحريف عندما كتبه في المصاحف. كان عمر بن عبد العزيز أيضا أول من اتخذ قرارا بحماية السنة بكتابتها وتدوينها، فانتدب لذلك محمد بن مسلم بن شهاب الزهري وعددا من الأئمة من التابعين، فكتبوا له السنن فأشاعوها في البلدان، فكان ذلك محتكرا لعمر بن عبد العزيز لم يهتدي إليه أحد من قبله. وهكذا في كل عصر من العصور كان العلماء عند قدر التحدي. ففي أيام أبي عبد الله مالك بن أنس رحمه الله كان وقت سقوط الدولة الأموية وبداية الدولة العباسية، فكانت فتن كبيرة جدا، فوقف مالك ضد هذه الفتن
وقد أوذي على ذلك أذى شديدا فجلد 70 صوتا وحمل وطيف به على حمار وهو متجه إلى الخلف، وكانوا يدورون به على المجالس، فكان يرفع صوته فيقول: من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا مالك بن أنس، ألا لا طلاق في إغلاق، لا إن إيمان البيعة باطلة. فكان يرد على بني أمية في ذلك الوقت. وهكذا في أيام المنصور أيضا تعرض لفتنة عظيمة، فوقف وصبر وصمد في وجهها، وعندما جاءه بعض المبطلين من المبتدعة يريدون مجادلته قال: أرأيت لو صدقتك فيما تقول، فجاء رجل ألسن منك أي أقوى منك حجة، أن أتبعه من جديد على ما يقول؟ قال: نعم. قال: ما هي إذن إلا سلسلة تنبت سلسلة، فأنا على ما أنا عليه وأنت على ما أنت عليه. ورأى رجلا يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الروافض، فدعاه مالك فقال: أنت من المهاجرين الأولين؟ قال: لا. قال: أفأنت من الذين آووا ونصروا؟ قال: لا. قال: فأنا أشهد أنك لست من الذين اتبعوهم بإحسان، لأن الله قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وأنت تلعنهم. وكان مما يقوله مالك في البدع في زمانه: إن الله تعالى أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. وكان مالك يقول: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وكذلك الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمة الله عليه، فقد وقف لهذه الأمة موقفا تحتاج إليه عندما وقف في وجه فتنة القول بخلق القرآن. فالدولة العباسية إذاك قد تبنت رسميا مذهب الجهمية الذين ينكرون صفات الباري جل جلاله جميعا، وينكرون أن هذا القرآن كلام الله، بل يرون أنه خلق من خلق الله مثل البشر ومثل الشجر ومثل الخلائق. فوقف لهم أحمد بن حنبل بالمرصاد، وقد أوذي وعذب 18 سنة وهو صابر صامد لا يرده ذلك عن مذهبه، وقد جلد جلدا شديدا، وكان كلما رفع عنه صوت يسامح الخليفة لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من بني العباس بن عبد المطلب بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الأئمة المهديون من العلماء في كل زمان وقفوا في وجه الباطل، فكان لهم مواقف محمودة مشهودة لهذه الأمة، فمنهم من كتب ذلك في كتب. وقد اشتهر من علماء هذا البلد الذي نحن فيه المغرب عدد من الأئمة الأعلام الذين وقفوا لهذه الأمة موقفا مشرفا تحتاج إليه. فمن أمثلتهم أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي المراكشي رحمة الله عليه. فالقاضي عياض رحمة الله عليه في زمانه جهل الناس حق النبوة، فكثر الذين يدعون أنهم أنبياء، وقل توقير رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجلاله، لأن الناس اشتغلوا بالفلسفة والعقليات علوم العقلية، فقل لديهم احترام النبي صلى الله عليه وسلم وتقديره. فألف القاضي كتاب الشفاء بالتعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا الكتاب من أهم ما ألفه المغاربة من الكتب. وقد قال فيه أهل بغداد: لما أتاهم لولا الشفاء لما عرف المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد وضع الله القبول على كتابه هذا، فأهل كل زمان يحتاجون إليه. إذا اشتغل الغربيون بالأفلام المسيئة أو اشتغلوا بالصور الكرتونية المسيئة، فجوابهم قد كتبه القاضي عياض منذ القرن السادس الهجري في كتاب الشفاء. كل ما تسمعونه من الشبهات والأباطيل قد أجاب عليه القاضي عياض، وهو في كتاب الشفاء. فليس عليك أيها المسلم إلا أن تقرأ كتاب الشفاء، فتجد ردا محكما متقنا مؤصلا على كل هذه الشبهات وكل هذه الأباطيل والأقاويل. كذلك
رأى أن المغاربة يحتاجون في زمانه إلى الرد إلى الأصول، أصول السنة. وأصول السنة منها الجانب العلمي والجانب التطبيقي. في الجانب التطبيقي ألف فيه كتاباً سماه قواطع الإسلام، الأمور القطعية في الإسلام، كتاب صغير يقرأه الأطفال. وما يتعلق بعلم السنة، رأى أن كتب السنة أهمها الموطأ والصحيحة، فحاول أن يشرح غريبهما وألف في ذلك كتاباً سماه مشارق الأنوار. لما وصل هذا الكتاب إلى أهل مصر أقبلوا عليه إقبالاً عجيباً، وقال فيه أبو حيان رحمة الله عليه: مشارق أنوار تبدت بسبتة، فوا عجبا تبدو المشارق بالغرب، ومرعا خصيب في جديب ربوعها، ألا فاعجبوا للخصب في موضع الجدب، فما فضل الأرجاء إلا رجالها، وإلا فلا فضل لترب على ترب. وكذلك من رجال المغرب الذين وقفوا في وجه البدعة والفساد أبو بكر بن العربي، وهو في الأصل من الأندلس من غرناطة، ولكنه استقر في المغرب. وهذا الرجل كان من الأذكياء الذين يضرب بهم المثل في الذكاء، وقد اعتنى عناية كبيرة بمذهب مالك، فألف كتبا على موطأ مالك، منها مثلا القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، وهو شرح أصولي للموطأ، ومنها كذلك المدارك في شرح موطأ الإمام مالك، وهو شرح فقهي على موطأ الإمام مالك. وقد اعتنى كذلك برد أقوال الفلاسفة ورد عليهم ردا محكما، وهو من الذين تركوا أثرا في المشرق أيضا، فقد استقر في رحلته في بيت المقدس وذهب إلى بغداد وإلى بلخ، وكان من الأذكياء، وكان أيضا قوالا بالحق لا تأخذه بالله لومة لائم. ومن العلماء الذين وقفوا كذلك في وجه الفتنة وصدوها الإمام أبو الوليد الباجي رحمة الله عليه، وسليمان بن خلف، وهو من أهل الأندلس لكنه ذهب إلى المشرق عندما ترك الناس علم الأصول واشتغلوا بالفروع وأعرضوا عن الأدلة، جاء إلى أهل الأندلس فردهم إلى الأصول وألف كتابه أحكام الفصول، إحكام الفصول في أحكام الأصول، وعلم أيضا أهل الأندلس الجدل الأصولي وألف فيه كتابه المنهاج في ترتيب الحجاج، وشرح الموطأ بشرحين كبيرين، الشرح الكبير هو الانتهاء في شرح الموطأ، والثاني هو المنتقى من هذا الشرح، والمنتقى قد طبعه مولاي حفيظ رحمة الله عليه، وما زالت هذه الطبعة قائمة إلى الآن، وهي طبعة المنتقى على موطأ الإمام مالك. وهؤلاء العلماء الذين تركوا هذا الأثر تبعهم الناس على ما هم عليه، فرأوا أهمية اتباع السنة والتقيد بها، حتى إن بعضهم تعرض في بعض الأحيان للأذى الشديد فصبر عليه. فالطرطوشي رحمه الله لما جاء إلى قوم من أهل السوس وكانوا لا يعرفون إلا رواية ابن القاسم عن مالك، ولم يسمعوا بالموطأ ولم يسمعوا بالقبض في الصلاة، قبض فتآمروا عليه ليقتلوه، فجاءهم رجل فقال: ماذا تصنعون؟ قالوا: هذا المتعصب الذي يضع يديه على صدره في الصلاة يخالف الفقه، فنريد أن نتخلص منه. فقال: ويلكم، هذا من كبار العلماء ومن كبار أصحاب مالك، وعنده من العلم ما لو قتل لم يبقى عند غيره. فقال: ليتك تركتهم حتى ألقى الشهادة في سبيل هذا الدين. وكان لوقوف العلماء في وجه الاستعمار أيضا أكبر الدور وأهمه، فإن المستعمر جاء ليقلب عقليات الناس وليحول بينهم وبين دينهم وثقافتهم وتراثهم،
وأن يغير آليتهم في الاجتهاد وآليتهم في النظر، وأن يغير لغتهم بالكلية. أول ما حصل من الاستعمار كان استعمار الأندلس عندما استعمرها الإسبانيون، فكان الإمام الونشريسي رحمة الله عليه لها بالمرصاد، فألف كتابه في حكم من غلب النصارى على وطنه ولم يهاجر. وهذا الكتاب أدرجه في كتابه المعيار، وقد أدرجه أيضا محمد عليش في فتاويه المسماة فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك. وكذلك الاستعمار المتأخر الذي استعمر بلاد المسلمين ووزعها لاستغلال ثرواتها وخيراتها، جاء أيضا لمسخ سكانها ولتغيير لغتهم وتغيير علاقاتهم، فجاء الناس جميعا هؤلاء مغاربة وليس بينهم فصل، فأراد أن يفصلهم إلى قوميات متنازعة. وجدهم جميعا مثلا يهتمون بأمر هذا الدين وإعلاء كلمة الله في كل مكان، فالمغاربة قاتلوا في فلسطين وقاتلوا حتى في الحرب التي قادها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ضد التتار، كان فيها عدد من أئمة المغاربة ومنه الإمام الفندلاوي رحمة الله عليه وقد استشهد فيها. فلم يكن هذا التقطيع موجودا قبل الاستعمار، بالاستعمار جاء ليجعل أهل كل بلد على أنهم أمة مستقلة، لكن مع الأسف أمة ليس لها رسول ولا كتاب، أمة فقط بحدود ضيقة لا تعرف إلا ذلك. فهذا التقطيع الذي جاء به المستعمر جعل أفراد المجتمع لا يفكرون إلا بعقلية المستعمر ولا يتكلمون إلا بلغته، وقد انبهروا بحضارته وما لديه، فصدق فيهم قول الشاعر: رأت قمر السماء فأذكرتني ليالي وصلنا بالرقمتين، كلانا ناظر قمرا ولكن رأيت بعينها ورأت بعيني. فلذلك انبطحت المجتمعات إلا من رحم الله في أحضان المستعمر، فاحتج إلى قيام العلماء في وجه هذا الاستعمار، فكان لأهل كل بلد علماء راسخون وقفوا في وجه هذا الاستعمار. فعلماء المقاومة الذين وقفوا في وجه الاستعمار وجاهدوا ونصروا الجهاد من أمثال الشيخ مال العينين رحمة الله عليه في هذه البلاد، وكذلك أولاده وتلامذته، ومن أمثال الشيخ علال الفاسي رحمة الله عليه الذي يقول عن نفسه: أبعد بلوغي 15 ألعب وألهو بلذات الحياة وأطرب، ولي نظر عال ونفس أبية مقاما على هام المجرة تطلب، وعندي آمال أريد بلوغها تضيع إذا لاعبت دهري وتذهب، ولي أمة منكودة الحظ لم تجد سبيلا إلى العيش الذي تتطلب، على أمرها أنفقت دهري تحسرا فما طاب لي طعم ولا لذ مشرب، ولا راق لي نوم وإن نمت ساعة فإني على جمر الغضاء أتقلب. ومن أمثال عبد الحميد بن باديس في الجزائر، ومن أمثال البشير الإبراهيمي والعرب التبسي وغيرهم من كبار العلماء. فعبد الحميد أراد أن يمنع الجزائريين من الارتماء في أحضان المستعمر ومن المسخ ليكونوا فرنسيين، فأراد أن يفصل بين الجزائريين والفرنسيين، فأنشد نشيده المشهور: شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب، من قال حاد عن أصله أو قال مات فقد كذب. وهكذا عدد كبير من العلماء الذين كانوا لهذا الاستعمار بالمرصاد فوقفوا في وجهه وردوا أطروحاته وجاهدوا وقادوا الجهاد بالفعل والمقاومة في كثير من بلدان العالم الإسلامي. إذا نظرتم إلى أي جهاد ضد المستعمر في أي بلد من بلاد الإسلام ستجدون أن العلماء الربانيين في مقدمة الصفوف وفي قيادة المجتمع. اليوم بعد أن استقلت البلاد الإسلامية احتاجت الأمة من جديد إلى علماء يراجعون المناهج ويأتون بالقطيعة بين الاستعمار، بين حقبة الاستعمار وحقبة التحرر. فهذا الوقت دائما مفصل من مفاصل التاريخ، ومفاصل التاريخ يكثر فيها الغلو، ولذلك الذين ثاروا على المستعمر منهم من أراد التخلص من كل شيء فقالوا إنما جاء المستعمر بسبب
ضعف أهل أوطاننا، فالدين هو الذي أضعفهم، فأرادوا أن يتخلصوا من كل شيء متروك وموروث لدى المجتمع، فرأوا أن الدين بذاته جهل، وهذا لا شك ضلال مبين. فكان الصراع في أول حقبة الاستقلال بين طائفتين من الشعب، طائفة ترى أن الحداثة كلها هي المطلوبة وأنها لا بد منها وأن كل قديم فهو منبوذ، وطائفة أخرى تريد التمسك بالقديم أيا كان، سواء كان صحيحا أو باطلا. وقد وقف العلماء في وجه ذلك، فالشيخ محمد سالم خالي رحمة الله عليه يقول في هذا المجال: شكا دين الهدى مما دهاه بأيدي جامدين وملحدين، شباب يحسبون الدين جهلا وشيب يحسبون الجهل دينا. كان الصراع بين شباب وشيب إذاك. ويقول آخر من العلماء في بلادنا: أشكو إلى الرحمن من دهر غدا، قد قل من تلقاه فيه على هدى، فذو الهداية لا ثقافة عندهم، وذو الثقافة ناكبون عن الهدى. ثم بعد ذلك وصلنا إلى مستوى جديد، وهو ما نحن فيه الآن، المرحلة التاريخية التي نحن فيها، والأمة محتاجة فيها إلى العلماء ليثبتوها على طريق الحق. فقد جاءت هزات كثيرة أدت إلى نشوء كثير من الفتن، منها تنازل وتساهل عن أمر الدين وانسلاخ منه بالكلية تحت طائلة الحرية. أن الناس يريدون الحرية، والحرية يفهمونها على أن معناها التحرر من كل شيء كما يفهمها سارتر مثلا، وهؤلاء ضالون ضلالا مبينا، فلا بد من الوقوف في وجههم ومنعهم مما هم فيه. فقد وصف الرسول صلى الله عليه وسلم حال المانعين لهم فيما أخرج البخاري في الصحيح من حديث النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نوذي من فوقنا، فإن تركوهم ما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. وفي مقابل هؤلاء نجد آخرين، وأغلبهم من شباب الأمة المتحمس، رأوا اضطهادا عظيما لهذا الدين وأهله، ورأوا تكالب أمم الشر على المسلمين، فأرادوا أن ينتقموا، فانطلقوا من ردة فعل لا يزنها عقل ولا شرع ولا حكمة، فانطلقوا في مشروعهم، وهذا المشروع ليس هو المشروع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله. فأولئك أيضا دور العلماء أن يبينوا لهم الطريق، وأن يأخذوا على أيديهم، وأن يمنعوهم من هذه الجنايات التي تجري على الأمة بالشر وتعود عليها بالضرر ولا يترتب عليها كبير نفع. وأختم هذا الحديث بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، وتشريفا لوجوهكم ولسعادة المدير أحدثكم بحديث بالإسناد المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل الحديث يقولون: كفى بالرجل شرفا أن يكون اسمه أدنى سلسلة أسماها اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقولون: الإسناد نسب الحديث، وهو حبل طرفه عندك وطرفه عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأحدثكم بما حدثني به جدي محمد علي بن عبد الودود عن يحضيه بن عبد الودود عن محمد بن محمد سالم المجلسي عن حامد بن عمر عن الفقيه الخطاط عن القاضي بن علي مم السباعي عن شيخ الشيوخ الفاضل بن أبي الفاضل الحسني عن علي الأجهوري عن البرهان العلقمي عن جلال الدين السيوطي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن إبراهيم التنوخي عن أحمد بن أبي طالب الحجار عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي عن الحسين بن المبارك عن عبد الرحمن بن محمد الداودي عن عبد الله بن أحمد السرخسي عن محمد بن يوسف بن مطر الفربري عن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردسبة البخاري قال في صحيحه: حدثنا عبد السلام بن مطهر قال: حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. بارك الله فيكم ونفعني وإياكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا إيمانا ويقينا وصدقا وإخلاصا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.